بين فترة وأخرى يتجدد النقاش العام حول أداء المنظمات الدولية العاملة في اليمن ومواقفها من الأزمة المشتعلة في البلد منذ أكثر من 3 أعوام. وبدورنا سنفتح هذا الملف في حلقتنا لهذا المساء من فضاء حر بالتزامن مع البيان الأخير لمنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في اليمن والذي أثار الكثير من التساؤلات. أهلا بكم. يتركز الجدل والمواقف من المنظمات الدولية والمنظمة الأممية تحديداً حول جزئية تركيزها على أخطاء التحالف العربي، بينما تتوارى كل جرائم ميليشيا الحوثي خلف عبارات لا تظهر أي إدانة صريحة لما تقوم به. آخر ما ظهر من مواقف هذه المنظمات هو بيان المنسق الأممي للشؤون الإنسانية في اليمن جيمي ماكا جولدريك، والذي ركز على سقوط مدنيين في غارة للتحالف، في حين تشهد منطقة الحيمة في تعز منذ أيام جرائم مروعة ترتكبها ميليشيا الحوثي وتتوزع بين القتل والقصف العشوائي والاختطاف والحصار والتهجير. ولكن كل ذلك كان مجرد حشو في بيان المسؤول الأممي، ولم يتم ذكر اسم ميليشيا الحوثي على الإطلاق في البيان، وليست هذه هي المرة الأولى. فمنذ بداية الأزمة اليمنية كانت مواقف هذه المنظمات محل تساؤل واستغراب واسعين. على الجهة الأخرى يرى طرف آخر أن هذا المنطق ليس سوى أحد تأثيرات فكرة المؤامرة، في حين تشير الحقيقة إلى أن هذه المنظمات تتعامل مع كل الجرائم بالطريقة ذاتها، وحين يظهر أنها تركز على بعض الجرائم أكثر من غيرها فذلك راجع إلى خطورة هذه الجرائم وكبر حجمها مقارنة بغيرها بحسب أصحاب هذا الرأي. لماذا لا نرى أي إدانة صريحة لميليشيا الحوثي في مواقف وبيانات المنظمات الأممية؟ ولماذا التركيز فقط على جرائم التحالف؟ وما تأثير هذا الموقف على الأزمة اليمنية والملف السياسي بشكل خاص؟ هذه التساؤلات وغيرها ستكون محور نقاشنا في هذه الحلقة مع ضيفينا، كل من الناشط الحقوقي البراء شيبان من لندن، ومن الرياض سيكون معنا الصحفي المتخصص في الشأن الحقوقي والمجتمعي همدان العلي. أرحب بكم ضيفي الكريمين، والبداية معكم بسؤال مشترك أبدأه مع البراء. كيف تقيم موقف الأمم المتحدة ممثلة بمنسق الشؤون الإنسانية تجاه الانتهاكات الحقوقية في اليمن؟ أنا تقييمي ليس فقط بمنسق الشؤون الاجتماعية الشؤون الإنسانية. الأمم المتحدة بشكل عام هي ليست مثالية بالقدر التي يتغنى بها البعض، ولكن بذات الوقت لسنا نعيش في حلقة مؤامرة مثل ما يصور الآخرين. هناك وقائع على الميدان يتم التعاطي معها، كل واقعة على حدة، وطريقة التقييم تعتمد من منظمة إلى أخرى، طريقة عمل هذه المنظمة إلى أخرى. ولا زلنا تقريبا من 3 سنوات نحن نناقش نفس القضايا، وأنا أتمنى أنه خلال هذه الحلقة سنحاول أن نستفيض أكثر في تفاصيل هذا النقاش. نعم، طيب، إذن الأخ همدان العلي، يعني حول تقييمك لموقف منسق الشؤون الإنسانية في اليمن والبيان الأخير الذي صدر عنه. نعم، في الحقيقة هو لم أتفاجأ من البيان، لأنه المنظمات الأممية للأسف خلال الفترة الماضية رفضت إلى عدن التزاما بالأعراف الدبلوماسية، يعني بحكم أنها تابعة للمتحدة. مدينة عدن أعلنت في بداية 2016 العاصمة السياسية، وكنت فيها تواجد الحكومة الشرعية، وبالتالي منذ أول يوم كان من المنظمات الأممية تحديدا الانتقال إلى عدن واستعمالها إدارة أعمال من عدن. لكن المنظمات الأممية هذا الأمر بشكل مريب، وتمارس أعمال أيضا يعني تثير تساؤلات وشكوك حول أهدافها، على رأسها شرعنة وجود جماعة، وذلك خلال الكثير من الأنشطة، أهمها اللقاءات المتكررة مع قيادات
الجماعه الانقلابيه وحكومه الانقلاب بشكل عام، ووصل الامر الى ان تقوم المنظمات مثل اليونيسف وبعض المنظمات الدوليه الاخرى اوكسفام بدعوه. مثلا قبل اشهر وزير المياه ومحافظ صعده لافتتاح مشاريع يعني اغاثيه في صعده. نعم نعم همدان، هو كان سؤالنا تحديدا حول البيان الأخير للانطلاق لكل ما ذكرت الآن من المؤشرات والتعاون المشترك بين يعني منسقية الشؤون الإنسانية وبين ميليشيا الحوثي. سأعود إليك، أتمنى أن يتم حل مشكلة الصوت لأن هناك تقطع في الصوت من لديك. أتحول إليك من جديد البراء، إذا ما عدنا إلى البيان الأخير لمنسق الشؤون الإنسانية الذي ذكر في أكثر من موضع التحالف ولم يفته سطرا واحدا إلا وأشار إليه بالاسم، فيما تغاضى عن ذكر ميليشيا الحوثي وذهب لوصفها ب يعني توصيفات أخرى، كيف يمكن أن تفسر ذلك؟ يعني أنا وصفها أولا يجب علينا أن يعني أن نوضح بشكل دقيق أن الأيام الماضية حصل هناك ارتفاع حاد بسقوط الضحايا خصوصا بطيران التحالف. لا يمكن لأي جهة إنسانية تعمل داخل اليمن وتحاول أن تصدر بيان أن تتجاهل أنه أكثر من 100 شخص تقريبا قتلوا خلال 48 ساعة. هذا البيان أنا أعتقد حاول أن يعكس هذه الصورة ويحاول أن يشدد على موقف المنسق الشؤون الإنسانية في اليمن السابق أن طيران التحالف لا يزال يضرب في مواقع المدنية، وبالإضافة إلى أن الأحداث الأخيرة التي كانت غطت تقريبا على الكثير من التفاصيل الأخرى أعتقد أنهم الآن مجددا محاولة لتذكير المجتمع الدولي أن المأساة الإنسانية لا زالت قائمة في اليمن. أنا هذا يعني تقييمي الشخصي. هذا فيما يتعلق بتكرار إدانته لموضوع التحالف. في الجزئية الأخرى من السؤال والمتعلقة بالتغاضي عن الإشارة إلى ميليشيا الحوثي، كيف يمكن أن تفسرها؟ لا أنا لا أرى أنه هناك أي تغاضي، يعني إذا رأينا البيان يعني البيانات أنت تأخذها بشكل متكامل، أنت لا تأخذ بيان واحد ثم تقيس عليه كل الموقف. بالنسبة مثلا لمنسقية الشؤون الإنسانية كانت هناك نقاشات طويلة مستفيضة تمت مع الحكومة اليمنية لبدء نقل الكثير من المكاتب إلى داخل عدن. الذي حصل للأسف الشديد أن الحكومة مجددا لم تبعث بنفس الرسائل الاطمئنان الذي كانت بعثتها في السابق، وفجأة غادر معظم أعضاء الحكومة من عدن، مما يؤثر. يعني نحن يجب علينا أن نتخيل أن هؤلاء الأشخاص عندما يذهبوا إلى صنعاء ويلتقوا مع أشخاص داخل صنعاء يجب أن يكون هناك يعني توازن، أن تكون هناك رؤية مقابلة. للأسف الشديد إلى هذه اللحظة لا زالت الحكومة اليمنية لا تبعث برسائل واضحة أن عودتها إلى داخل محافظة عدن هي عودة نهائية وأنها ستبدأ عملها من داخل عدن. لا يزال ينظر الحكومة أن عملها مؤقت، وأنا الآن أنا أقول لك أنا اليوم لست متأكدا أن الحكومة اليمنية عادت بشكل نهائي. يعني براء أنت يعني ترى بأنه مغادرة يعني أو عدم تواجد الحكومة في عدن مبرر لعدم تواجد المكاتب الرئيسية للمنظمات الأممية فيما وجودها في عقر دار الميليشيات الحوثية التي غادرتها المنطقة التي غادرتها جميع السفارات والمنظمات الدولية أمر مبرر؟ المنظمات كانت موجودة أصلاً من قبل ما تجد جماعة الحوثي، يعني المنظمات لم تأتي وتنشئ مكاتب في عقر جماعة الحوثي، لا هذه كانت عاصمة اليمن وثم حصلت بعد ذلك متغيرات. وأنا أضرب هنا مثل بسيط، عندما حصلت الحرب في أفغانستان كانت طالبان هي من تسيطر على عاصمة الدولة، ومع ذلك بقيت مؤسسات الأمم المتحدة تعمل من داخل عاصمة الدولة. هذه عاصمة الدولة إلى هذه اللحظة.
أعلنت عاصمة عدن الدولة. كعاصمة طيب مؤقتة، طيب البراء، هي ولكن عاصمة الدولة المؤقتة هي عدن كما نعرف جميعا، وصنعاء هي عاصمة لا مغتصبة توجد لدى فيها مكاتب، الإنقلابيين. نعم الحكومة غير موجودة يا أسوان، الحكومة غير موجودة، لا أحد يشعر، كلنا طيب نشعر أن طيب عودة طيب الحكومة البراء، مؤقتة سأعود ليست إليك عودة يعني نهائية. سأعود إليك بهذا الطرح همدان. يعني هذا أيضا منطق يكرره البعض، بأنه عدن من ناحية كما أشار البراء هي لا تتواجد فيها الحكومة بشكل دائم، وهي ربما منطقة غير آمنة، إضافة طبعا إلى ما يمكن أن نقوله عن أن عدن أو ما تم ترويجه عن عدن وبعض المناطق بأنها وكر للإرهاب. هل هذا مبرر لوجود المكاتب الرئيسية المنظمات أو الهيئات التابعة للأمم المتحدة في صنعاء وتعاملها مع ميليشيا الحوثي كسلطة أمر واقع؟ أولا رئيس الحكومة والحكومة موجودة في عدن، وإن كان هناك بعض الوزراء خارج عدن في بعض الدول لضرورة التواجد في هذه المناطق أو في هذه المواقع، لكن إجمالا الحكومة موجودة في عدن، وإن خرجت بين الفترة والأخرى لظروف أعمال. أنت تعرفين أن نحن نمر في مرحلة حرب، هذا أولا. الأمر الثاني كما قلت هذا لا يبرر. أما الأمر الثالث دعيني أعطيك مثال بسيط. في 2015 أثناء المواجهات ما بين الحوثيين والقوات الشرعية والمقاومة الشعبية في عدن، استخدمت جماعة الحوثي مقرات الأمم المتحدة الموجودة في عدن كموقع لإدارة عملياتها الحربية، وعرضها لدمار، هذا ما عرضها لدمار شامل. وبالرغم من هذا الأمر لم يتم إدانة جماعة الحوثي على الإطلاق، ولهذا يعني أنا أؤكد على جزئية أن المنظمات الأممية للأسف تحرص كل الحرص على أن لا يذكر مصطلح الحوثيين في بياناتها على الإطلاق. يعني دعينا نراجع بيانات الأمم المتحدة خلال الفترة الماضية، أنا لا أعتقد أننا سنجد مصطلح الحوثيين، بالرغم من مثل هذه الانتهاكات التي طالت مؤسساتها ومواقعها وطواقمها في مناطق مختلفة. أما الأمر الهام بالنسبة للمخاوف، مخاوف في عدن، أنا أعتقد أنه هذا الأمر ليس سبب جوهري مقنع، لأنه صنعاء مرت بمعركة طاحنة بمواجهات مسلحة بشكل كثيف جد جدا مؤخرا، استخدمت فيها صواريخ لو والدبابات نزلت إلى شوارع صنعاء، لكن المنظمات الأممية لم تتحرك ولم تغادر ولم حتى تستنكر الجرائم التي مورست خلال شهر ديسمبر بجانبها. يعني كنا في السابق يعني نضع أعذار للمنظمات الأممية العاملة في المجال الحقوقي أنها لا تستطيع الوصول مثلا إلى تعز أو إلى البيضاء لتشاهد أو لتعاين الانتهاكات بنفسها، لكن ما حدث من انتهاكات يعني في وسط صنعاء، يعني في ربما في نفس المربع التي تتواجد فيه المنظمات أو مقرات الأمم المتحدة، وهذا أمر يثير الاستغراب حقيقة. أنا شخصيا إلى حد الآن أعتبر ما يحدث من قبل المنظمات الأممية بالتواطؤ، أنا أستطيع أن أصفه بالتواطؤ، ولدي مبرراتي. فهناك من يعمل داخل هذه المنظمات ممن ينتمون إلى نفس الجماعة التي ينتمي إليها جماعة الحوثي، أو نفس السلالة التي ينتمي إليها مؤسس الجماعة عبد الملك الحوثي، يعني باختصار أولاد عم. ومن الطبيعي جدا أن يخدمون جماعتهم من داخل هذه المنظمات بأشكال مختلفة. طيب إذا البراء تحدث ربما همدان عن يعني مؤشرات كثيرة، آخرها فقط البيان الأممي الذي صدر على لسان منسق الشؤون الإنسانية، ويعني أورد يعني جملة من المؤشرات التي تؤكد بأن هذه الهيئات التابعة للأمم المتحدة تتواطأ كما قال مع ميليشيا الحوثي، وليس فقط تتغاضى عن جرائمها، وأشار إلى الجرائم التي ارتكبت في ديسمبر تحديدا تجاه الحليف يعني ميليشيا الحوثي في الانقلاب، والتي لم يصدر عن أي هيئة من هيئات الأمم المتحدة أي موقف تجاهها، كيف يمكن أن تفسر ذلك؟ طبعا هذا غير صحيح، يعني ببساطة شديدة لا يوجد حجم استنكار حدث مثل ما حدث في ديسمبر، لم تعزل جماعة الحوثي وينظر لها بذات الطريقة مثل ما حدث في هذا الشهر.
الأمم المتحدة تقريبا معظم موظفيها غادروها عندما كانت الأحداث داخل صنعاء. فلذلك هذا الكلام غير على الأقل غير دقيق يعني. أين ذكرنا إذا سمحت البراء، ذكرنا فقط في بالمواقف التي صدرت عن هذه الهيئات تجاه هذه الجرائم التي أشرنا إليها. أشارت بشكل واضح لأحداث التي حصلت في صنعاء، حملت جماعة الحوثي المسؤولية كاملة عن ما حدث. موجود في كل البيانات يعني، أنت أنا لا يعني يعني بيان البيان يعني ليس أكثر من هناك معك بيان صادر عن الـ عن الـ عن الـ المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ، بيان صادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بيانات متعددة. أنت لو فتحتي فقط طريقة إصدار البيانات خلال خصوصا بعد أحداث صنعاء مباشرة، ستجدي بيانات يعني بالجملة تدين جماعة الحوثي. المفارقة أن جماعة الحوثي استوعبت درس مهم لم تستوعبه الحكومة اليمنية. جماعة الحوثي استوعبت أنه في المحصلة الأمم المتحدة ستضطر أن تتعامل معهم لأنهم سلطة أمر واقع، بينما الحكومة اليمنية لا زالت تستجدي إلى هذه اللحظة قدوم الأمم المتحدة أو فتح مكاتبها في صنعاء في عدن، كونك أن الشرعية أو أنها تستمد شرعيتها من أن المكاتب تفتح في عدن. العملية هي بالعكس، إذا لم تتواجد الحكومة وتفرض سلطتها على الميدان لن يتعامل معها المجتمع الدولي، او على الاقل سيكون البراء يعني اذا يعني مع بالرغم يعني اعتذر عن مقاطعتك البراء، لكن يعني الحكومه هي اساسا موجوده ربما منذ عام بشكل شبه مستقر في عدن، لكن لماذا يفرض على الحكومه ان تتواجد بشكل لا. دائم في عدن بينما تتواجد هذه المكاتب في صنعاء مع وجود ميليشيا؟ يعني لماذا لن تكون موجوده في عدن الا بوجود الحكومه وهي يعني متعايشة مع وجود ميليشيا انقلابية لا تعترف بها الشرعية الدولية مثل ميليشيا الحوثي؟ يا أسوان، إذا كان بيان الوزارة حقوق الإنسان اليمنية يقول أنهم لا يسيطروا على كل المناطق اليمنية وأن هناك سجون يعني لا تخضع لسلطة الدولة، ما علاقة هذا بالأمر؟ طيب سأعود إليك البراء، لا أدري إذا كان قطع الاتصال. طيب همدان، يعني هناك أيضا من يتساءل بأنه ما مصلحة هذه المنظمات والهيئات الدولية بالتعاون مع ميليشيا مثل ميليشيا الحوثي، وهي ويعني وما الذي سيجعلها تفرط بسمعتها التاريخية كهيئات تابعة للأمم المتحدة بتعاونها مع ميليشيا مثل ميليشيا الحوثي إذا لم يكن هناك فعلا مبررات منطقية كالتي أوردها البراء؟ بالتأكيد يعني أنا لا أستطيع أن أحكم على نوايا المنظمات وأهدافها وغاياتها، بالرغم أن هناك من يتحدث عن غايات سياسية وراء هذه المواقف وأيضا غايات اقتصادية إن صح التعبير، مثلا جلب الدعم من قبل بعض دول التحالف العربي، هذا كلام يدور لكني لا أستطيع أن أؤكده. الحقيقة الماثلة أمامنا أن هناك انحياز واضح وجلي لصالح الجماعة الانقلابية، جماعة تجر الأطفال يعني من المدارس اليوم بالقوة وتقودهم إلى جبهات القتال، وتأتي منظمة اليونيسف لتتحدث عن 2000 وشوية ممن تم تجنيدهم، وهي تعرف أن الرقم أضعاف هذا الرقم الذي أوردته، دون أن تشير إلى الطرف الذي يقوم بتجنيد الأطفال وتتحدث عن الأطراف المختلفة، وهذا بهتان وزور. لا يعني يدرك الجميع أن لا يوجد تجنيد للأطفال في الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وإن ظهرت هناك حالات فردية وليست ظاهرة أو وليست جلية كما يحدث في جماعة الحوثي، فليذهب أي يعني موظف دولي ليشاهد جبهات الحرب ويتابع الجرحى والوفيات والأسرى أغلبهم من الأطفال، وبالتالي مجرد أن تتحدث منظمة اليونيسف بهذه اللغة الفضفاضة أطراف النزاع تجند الأطفال، هذا يعني أن هناك وتقلل عدد من تم تجنيدهم من الأطفال، هذا دليل واضح للتواطؤ وعدم الحياد
يعني والعمل لصالح الجماعه بطرق مختلفه. هذا يجعلنا كمتابعين دائما نتساءل لماذا تتعامل هذه المنظمات بهذا الاسلوب الذي يخل من سمعتها، ولا نجد اجابات سوى ما اوردته قبل قليل، اما الابتزاز السياسي او الابتزاز المالي. يعني ربما هناك غايات اخرى مثلا لتمكين هذه الجماعه لانها جماعه مقبوله لدى بعض المكونات او بعض الدول، هناك تفسيرات اخرى، لكن ما يهمنا هنا وهو مثبت امامنا ان هناك انتهاكات تمارس بمختلف اشكالها، لا نستطيع كاعلاميين وكحقوقيين ان نتتبعها ونرصدها من كثرها، لكن المنظمات الدوليه تغفل عنها. تهجير منازل. نعم. طيب، يعني هناك اذا هناك جمله يعني جمله من الانتهاكات التي تمارس بشكل ممنهج ويومي من قبل ميليشيا الانقلاب، مقابل ايضا انتهاكات ترتكب من قبل التحالف العربي كاخطاء كما يعني يعبرون عنها في بياناتهم المتكرره البراء. اذا لا يمكن باي حال من الاحوال لاي متابع لهذه المواقف ان يعني لا يلحظ بان هناك ترصد سريع ومباشر لكل الانتهاكات التي ترتكب من قبل التحالف من خلال بيانات ومواقف صارمه، مقابل مواقف مايعه وغير واضحه تجاه انتهاكات ميليشيا الانقلاب. أشار ربما همدان إلى مسألة تجنيد الأطفال، وهي ربما جريمة يعني من أكبر الجرائم في البلد، إضافة أيضا إلى جريمة زرع الألغام، تهجير السكان والقصف اليومي والعشوائي على المدنيين، كل هذه الجرائم. يعني هل يعني تريد أن تقنعنا بأن هذه الجرائم موجودة وصادر فيها بيانات واضحة وصريحة من هيئة الأمم المتحدة؟ يعني أنا أتمنى أن نكون دقيقين قليلا فيما يتعلق بالمعلومات، ولا نحاول أن نمرر فقط معلومات لأجل تمرير المعلومات. بالنسبة لموضوع، أنا بس أريد أن أرد على قضية موضوع تجنيد الأطفال. بالنسبة لموضوع تجنيد الأطفال، المقررة الخاصة بالانتهاك الخاص بالطفل تذكر جماعة الحوثي تقريبا كل سنة كأول جماعة قبل حتى القاعدة في مسألة تجنيد الأطفال داخل اليمن. كل سنة كل سنة، بينما يذكروا التحالف كل يوم. طيب البراء، يعني هم يذكروا التحالف كل خمس دقائق وتقول لي يذكروا التجريد كل سنة؟ طيب لا يا أسوان، خليني بس أوصل المعلومة، لأنه هذه الطريقة في تمرير المعلومات غير صحيح. الموضوع تجنيد الأطفال تذكر فيه جماعة الحوثي كأول طرف يمارس تجنيد الأطفال، بل أنه اتهمت جماعة الحوثي أن ثلث مقاتلينها من الأطفال في تصريح رسمي من قبل اليونيسف. تمرير المعلومات يجب أن نكون دقيقين. هل الأداء يعتبر مثالي؟ لا، هناك قصور كبير في أداء المنظمات، ولكن يجب أن نكون دقيقين حتى نستطيع أن نوصل المعلومة التي نريدها. فيما يتعلق بتجنيد الأطفال، حتى أنا التقيت شخصيا بالمقررة الخاصة بانتهاك الطفل، وكانت تقول لي بالحرف الواحد أن تقدر أن 72% من المجندين من جماعة الحوثي، تلي بعد ذلك تنظيمات مثل القاعدة وداعش، وقالت لي بالحرف أن هناك بعض الحالات الفردية من أطراف قبلية وأطراف غير رسمية. المحاولة التمرير أننا فقط نريد أن نثبت، أن نقول أنهم لا يذكروا تجنيد الأطفال، غير صحيح. يجب أن نكون دقيقين حتى نستطيع وحتى نكون أيضا دقيقين. يبدو أن المعلومة لم تصلك بشكل واضح. نحن قلنا أنه هناك ذكر لهذه الجرائم بشكل خجول جدا ومتقطع جدا وغير واضح، يعني ليس فضل منهم الآن أنهم يقولوا أنه الحوثيين هم من أكثر من يجند الأطفال، ولا فضل منهم أنهم يتحدثوا عن أنه الحوثيين من يزرع الألغام. يعني نحن نتحدث عن حجم حديثهم عن هذه الجرائم واللغة التي يتخاطبون فيها وإشارتهم إلى الطرف المسؤول. تقرير الخاص بموضوع الطفولة، هذا يصدر كل سنة منذ العام 2012، وكان يشار لجماعة الحوثي أنه هناك ازدياد، يعني منذ 2014 جماعة الحوثي كانت تتصدر القائمة، ويصدر التقرير مرتين، ثم في كل بياناتها فيما يتعلق بالتجنيد دائما تذكر جماعة الحوثي. يعني غير صحيح أنها لا تذكر. يجب أن نذكر المعلومة الصحيحة حتى نضع يدنا على مكمن الخلل عندما نقول أن هناك خلل. احنا قلنا أنهم يذكروها البراء، لكن بشكل متقطع. طيب
طيب على أي حال، على أي حال غير صحيح التجنيد، مسألة التجنيد تذكر جماعة الحوثي بشكل مستمر، هذه المعلومة غير صحيحة. طيب أنا طيب. أتمنى أن نكون دقيقين في المعلومة. هذه تناولت، هذه تناولت همدان، نقول أن هناك مشكلة. طيب فكرة، الفكرة واضحة. نعم فكرتك واضحة البراء. إذا هذه التناولات أستاذ همدان بين الوقت والآخر عن تجنيد الأطفال وعن أن جماعة الحوثي هي ربما الجماعة الحصرية أو الأكثر استخداما أو تجنيدا للأطفال، وأيضا هي الجماعة الوحيدة التي تزرع الألغام في اليمن. يعني احنا كما اشار البراء فعلا سمعنا هذا الحديث هنا او هناك يعني في مرات معينه، الا يعتبر ايضا انه من باب الانصاف انه ايضا اشاره الى هذه الاطراف والجرائم التي ترتكبها همدان؟ هناك ذكر، لكن كما قلت قبل قليل هو ذكر خجول جدا بين الفتاوى الاخرى. انا ما يعني ما الذي أريده من المقررة إذا أخبرت براء شيبان أن الحوثيين هم الذي يعني أكثر من يجندون الأطفال في اليمن؟ أنا أتحدث عن بيانات تصدر بين الفترة والأخرى بشكل متكرر وتستهدف المجتمع الدولي وتضلل المجتمع الدولي، ويحرصون الموظفين بكل صراحة، يحرص الموظفين الحوثيين في مكاتب المنظمات الأممية على أن لا يستخدم مصطلح الحوثيين قدر الاستطاعة في أي بيانات يتم إصدارها بين الفترة والأخرى. البيان الأخير لليونيسف لم يذكر الحوثيين، وإنما ذكر بشكل عام أنه تزايد أعداد الذي تم تجنيدهم من صغار السن. نحن نتحدث عن منهج واضح وليس عن يعني ما يتم أو ما يتم إصداره من تقارير بين الفترة والأخرى. نتحدث عن توجه، أنا لست هنا لأدافع عن أحد. التحالف العربي يعني يمارس أخطاء بين الفترة والأخرى، وهم يعترفون بذلك ويحققون في ذلك، وهذا أمر آخر. لكني أتكلم لماذا يتم يعني تجاهل أو التعامي عن جرائم الحوثيين. دعونا ننتقل إلى جريمة أخرى وهي واضحة وضوح الشمس، تفجير المنازل. يعني مئات المنازل يتم تفجيرها منذ خروج جماعة الحوثي من صعدة. هل وجدت بيانات تتحدث عن هذا الأمر للمنظمات الدولية؟ أنا أعطيتك مثال عن موضوع تجنيد الأطفال، نخرج إلى مثال آخر. هل سمعنا عن هذا الأمر من قبل؟ هل سمعنا عن قضية التهجير كما حدث مع يعني في قضية قرية الرميمة في تعز مثلا؟ يعني هناك تواطؤ، هناك انحياز لصالح جماعة الحوثي، وهذا أمر واضح لا نستطيع إنكاره. نعم. إن استطعنا أن نجيب فيما يخص تجنيد الأطفال لن نستطيع أن نجيب في قضايا وانتهاكات أخرى، والزميل العزيز براء شيبان يعرفها جيدا. نعم نعم البراء. إذا يعني بعودة، إذا ما تحدثنا ذكرنا موضوع تجنيد الأطفال سنجد أنفسنا في مأزق آخر أمام جرائم وانتهاكات ربما يعني أيضا أخرى كالتهجير، وهي تحدث عن جرائم أيضا جرائم حرب وجرائم كبيرة طالت آلاف المدنيين، تفجير المنازل والاختطافات التي هي على بعد أمتار، الاختطافات اليومية والسجون التي تكتظ بالآلاف في صنعاء على بعد أمتار من مكاتب هيئة الأمم المتحدة في صنعاء. إذا ما تحدثنا عن نهب المساعدة التي لم تشر إليها هذه الهيئات طوال 3 سنوات، وعندما أعلن التحالف العربي إعادة إغلاق المنافذ ارتفعت الأصوات من كل المنظمات الدولية وليس فقط منظمات الأمم المتحدة عن أن هناك حصار وأن هناك منع لوصول المساعدات، بينما لم نسمع هذا الصوت خلال 3 سنوات. وعندما كنا نسأل المسؤولين الأمميين عن لماذا لا يتم الإشارة، كانت الإجابة بأنه نحن لسنا معنيين بالرد عن من هو الطرف، نحن يهمنا وصول المساعدات، كان هذا هو الرد. بينما عندما كان التحالف هو المسؤول عن عدم وصول المساعدات ارتفعت الأصوات في إشارة واضحة إلى التحالف ومسؤوليته عن موت الآلاف اليمنيين في اليمن. كيف يمكن أن نفهم ذلك؟ طيب خلينا بس واحدة واحدة، وأتمنى ما تقاطعيني علشان نوصل الفكرة كاملة. تفضل. انتقلنا من موضوع انتهاك الأطفال، لأنه انتهاك الأطفال هي لم تتحدث معي رسمي، يعني لأن أنا براء، هي تحدثت في تقرير رسمي وهذا تقرير ينشر بشكل دوري مرتين في السنة، وبياناتهم واضحة ومنشورة. إذا كنا لا نطلع هذه مشكلتنا. النقطة الثانية،
لماذا هناك صوت مرتفع فيما يتعلق بانتهاكات التحالف وهناك صوت منخفض عندما يتعلق بانتهاكات انتهاكات الحوثيين؟ انا اعطيك تجربه بسيطه يا اسوان. انا عندما حاولت ان ادخل صحفيين الى داخل محافظه عدن ومحافظه تعز رفضت الحكومه اليمنيه حتى اصدار تاشيرات لهم، بينما في المقابل ظلت جماعه الحوثي على مدى سنه كامله تدخل كل الصحفيين الى داخل صنعاء. هذا يعني هذه لعبة علاقات عامة، يعني أنا أعتبرها ألف باء علاقات عامة. أنت إذا حتى لا تستطيع أن توضح مكمن الخلل وماذا تمارس جماعة الحوثي لكل الإعلام الدولي، في الأخير سوف تتبلور صورة معينة. حتى الصحفيين الذين كانوا إلى فترة يعني إلى حدنا متعاطفين مع الثورة الشبابية ويعتبروا أن ما حدث في 2014 ثورة مضادة، لم يتم حتى السماح لهم. أنت تعرفين أنا دخلت الآن في فترة قريبة، وهذه يمكن أول مرة أذكرها، دخلت صحفي إلى داخل محافظة مأرب من أجل أن يغطي موضوع تجنيد الأطفال، احتجت أن أخرج مذكرة من الرئاسة ومن رئيس الأمن القومي وأتابع كل مسألة على كل المستويات، وفي الأخير وصل إلى داخل محافظة سيئون وتم حبسه داخل محافظة سيئون. أنت تتخيلي هذه الحكومة التي نحن نتعامل معها. في المقابل كانت خصوصا عندما كان لا يزال علي عبد الله الصالح موجود في صنعاء، استطاعوا استقبال العشرات اذا ما يكون المئات من الصحفيين على مدى اكثر من سنه. هذه طبعا تؤثر. مهم اننا نذكر هذا المكان من الخلل الذي يذكرها حمدان، ولكن في المقابل يجب ان نذكر اين الخلل. هل هناك خلل من جانب الحكومه اليمنيه؟ هل هناك خلل من جانبنا كمنسقين كحقوقيين لا نستطيع ان نوصل الصوره، واين هي المشكله؟ أما أننا نقول أنه هنا فقط في مؤامرة دولية على اليمن وإحنا ما حد بيسمعنا، طبيعي. أنت حتى ما استطعنا ندخل صحفي إلى تعز، من يريد أن يسمعك؟ طيب ما علاقة هذا مثلا البراء بالإشارة إلى جرائم الحوثي؟ طيب يعني لا يوجد صحفيين، نحن نتحدث الآن لا نتحدث عن الرأي العام الدولي مثلا حتى تحدثنا الآن عن صحفيين، نتحدث عن مؤسسات وهيئات تابعة للأمم المتحدة والمفترض أنها ملتزمة بمقررات الشرعية الدولية. وجودها من حيث الرمزية السياسية في صنعاء يعني لا يوجد له تفسير. يعني هل يمكن أن نفهم بأن هذه التصرفات يبررها فشل الحكومة أو ضعف أداء الحكومة؟ يعني ما علاقة بالأخير هم ميليشيا؟ يا أسوان أنت تعرفي المنسق الشؤون الإغاثية إذا أراد أن يقابل الحكومة يذهب إلى الرياض. رئيس هيئة الإغاثة الحكومية وهو وزير في الحكومة اليمنية غير موجود داخل عدن. الحكومة أصلا بشكل عام يعني تواجدها في عدن ضعيف، يعني يتواجدوا فترة قصيرة ثم يغادروا. النقطة الثانية المنسقين، يعني المسألة ليست فقط كأسماء وزراء، من هم المنسقين؟ أنت تعرفي إلى هذه اللحظة لا زال اليونسف يشكو موضوع أنه لا يوجد منسق من قبل وزارة التربية بينها وبين اليونسف. يعني أشياء مبدئية، أنا لا أقول أن هناك أن ما تمارسه بعض المنظمات مثالي، لا، هناك أخطاء وأخطاء جوهرية ويجب أن نشدد عليها، لكن يجب أيضا أن لا نغفل ما هي الأسباب. حتى يعني طبيعي أنت لما لا توجد حتى منسق، بعض لا تدخل حتى صحفيين، ليس هناك رأي عام يشتغل معك، ليس هناك صحافة تعمل معك، المجتمع المدني لا يعمل معك، كل هذه الأشياء هي تعمل بالتوازي مع بعض. يعني نعم بالتأكيد، يعني هي بالأخير تضعف أكيد موقف الحكومة، لكنها بأي حال من الأحوال لا تبرر يعني عدم الإشارة للحوثيين كطرف مسؤول عن كثير من الجرائم، أو وصفهم بسلطة الأمر واقع وهو في مخالفة صريحة للشرعية مقررات الشرعية الدولية. هل همدان فعلا تتفق إلى حد ما مع البراء بأنه ربما أداء الحكومة الضعيف يعد سببا من اسباب هذا الاداء للمنظمات الامم المتحده، وربما اصبحت ثقتها كما اشار البراء بالميليشيات اكثر من ثقتها بالحكومه؟ انا لا اريد ان اتحدث باسم الحكومه هنا او ادافع عن احد، كل ما في الامر الذي اريد ان اوضحه بان هناك تحديات، بالتاكيد هناك تحديات تواجهها الحكومه سواء سياسيه او امنيه او اقتصاديه ماليه. يعني مثلا وزارة التخطيط المعنية بمتابعة المنظمات الدولية غير الأممية لم تستطع اليوم افتتاح مقر لها في عدن ليتم التواصل مع المنظمات، وهذه إشكالية حقيقية للأمانة. وعندما يتم التواصل معهم
ما سبب هذا الخلل؟ أنه لا توجد إمكانيات. لكن كما قلت هذا ليس مبرر. أيضا هناك أسباب أمنية، يعني ومن الطبيعي جدا أن يتم أخذ التصريحات من الرئاسة أو من الأمن القومي. هناك يعني إجراءات أمنية، يعني الشرعية في النهاية أو الحكومة لا تريد أن تتحمل مسؤولية حدود شيء لأي صحفي دخل في مناطقها، وهذا أمر مبرر. لكن كما قلنا هذه الأمور جميعها لا تبرر سكوت المنظمات أمام الكم الهائل جدا من الانتهاكات التي تمارسها جماعة الحوثي على مر اليوم. الانتهاكات والمضايقات التي تمارسها الجماعة ضد الموظفين الدوليين الذين تابعين للأمم المتحدة نفسها، هذا أمر غير منطقي جدا. يعني إذا قلنا يعني انتهاكات غائبة لم يستطع أحد، هناك يعني كما قلت قبل قليل تفجير المنازل، الحوثي قد يفجر المنزل ويصور نفسه يعني ويفجر المنزل، يعني عاد باقي شيء غير هذا؟ يعني دليل أوضح من هذا؟ لا يحتاج لراصدين ولا يحتاج إلى مندوبين للتقصي يعني. بالضبط يعني. نعم. مع ذلك مع هذا الانتهاك الكبير، لأنه لا يختلف تفجير منزل أحيانا قد يكون فيه ساكنين كما حدث في صعدة، لا يحتاج يعني ربما أسوأ وأقبح من أي جريمة أو انتهاك آخر، لأنه يترتب عليه أمور أخرى، تهجير أصحاب المنزل، ربما قتلهم كما حدث أسرة الحبيشي في صعدة. لكن هي جرائم كثيرة، جرائم كثيرة فعلا. نعم. همدان لا تعد ولا تحصى. لكن الزميل العزيز رأى أن هناك قصور من جهة الحكومة، لكن هذا لا يعني أن تتواطأ، وأنا سأحرص على هذا المصطلح وهذا الوصف حتى يتم إثبات غيره. تتواطأ مكاتب المنظمات الدولية عبر الموظفين الحوثيين داخلها مع جماعة نعم. إذا البراء، هناك أيضا من يقول بأن يعني هذا الخطاب، مسألة تحميل أصلا الحكومة مسؤولية الأداء المزدوج للمنظمات الأممية، هو جزء من يعني من نهج يعني مدروس لهذا الخطاب بما يخدم الانقلاب ربما، أو بما يجعل جميع الأطراف في سلة واحدة أمام المجتمع الدولي، وهو أداء سياسي أكثر منه أداء حقوقي. ما رأيك البراء؟ يا أسوان، أنا عندما أدخل صحفي رفيع المستوى ويتم اعتقاله داخل سيئون من قبل البراء السلطات الرسمية، اسمح لي أقاطعك بس في هذه الجزئية حتى لا تكررها. لموضوعنا الآن مش موضوع كيف ينظر الرأي العام الخارجي لليمن، دعنا في جزئية الهيئات الأممية داخل اليمن وأدائها وكيف تتخاطب وكيف تتعاطى مع الملف اليمني. هي منظومة متكاملة. لا تصور لي ميليشيا الحوثي بأنها تستقبل الصحفيين، كل الصحفيين في السجون يا براء، كل الصحفيين في السجون، كل المنظمات غادرت اليمن، كل الدبلوماسيات غادرت، يعني صنعاء ليست يعني المدينة المثالية حتى نقارن. نعم. الصحفيين الأجانب كانوا يدخلوا على مدى أكثر من سنة، ولعب علي عبد الله صالح دور ذكي جدا في استقبال هؤلاء الصحفيين. الحكومة اليمنية حتى في المناطق التي هي تعتبر آمنة ومؤمنة من الوصول مثلا إلى محافظة سيئون وإدخال الصحفيين إلى محافظة مأرب، حتى فقط يغطوا الانتهاكات الذي حدثت، لم نستطع أن نعمل هذا الشيء. يا براء، دعني هنا من جديد يعني أقاطعك، وربما قد أشار همدان لهذه الجزئية بأن الحوثيين في كثير من جرائمهم لا يحتاجوا لراصدين ولا يحتاجوا لصحفيين من الخارج، يعني المواقع التواصل الاجتماعي تغط بهذه الجرائم، وكما أشار همدان هم يفجروا المنزل أو يهجروا الأسر ويصوروا أنفسهم، ليست لديهم مشكلة. اجتماعي يا اسوان، انا عندما اتحدثك عن صحفيين دخلوا الى صنعاء ورأوا قصف الطيران، وانت تتحدثين عن وسائل التواصل الاجتماعي، وفي المقابل طيب يعني لحظه فقط، يعني هل هيئه الامم المتحده تعتمد على الصحفيين الدوليين؟ اليست لديها اليات للتقصي والرصد؟ يعني هل هي منتظره الصحفي ياتي من الخارج حتى يغطي لها الانتهاكات؟ انا عندما اصحى الصباح والاقي كل الصحف البريطانيه والامريكيه تغطي قضيه هذا موضوع اخر، هذا موضوع اخر تماما،
هذا موضوع آخر سنتناوله في حلقة قادمة. هذا بس حول موضوع كيف يتعاطى الإعلام الخارجي مع الانتهاكات في الداخل. لكن دعني نأخذ هيئات موجودة على الأرض وهي تعرف وتدرك وهي ملتزمة بمقررات دولية حول مع من تتعامل ومع من لا تتعامل. يعني هي ملزمة بالتعامل مع الحكومة الشرعية ضمن القرار الأممي والمندوب الأممي الذي يعني تعرضه هو نفسه موكبه للاعتداء، ومنسق الشؤون الإنسانية السابق أيضا تعرض موكبه للاعتداء ولم يشيروا إلى هذه الجرائم. يعني حتى محاولات اغتيالهم لم يشيروا إليها. لا لا، يعني أنا أسألك، اليونيسف هل نريدهم يغلقوا المكتب؟ منظمة الصحة العالمية لا ينتقلوا إلى عدن أو مأرب. لا توجد يا أسوان، أنا أقول لك إذا ما استطعنا ندخل صحفي تقول لي ينتقلوا إلى عدن وإلى مأرب. إذا الحكومة اليمنية لا تستطيع أن تؤمن مركز شرطة وتقول لنا ننتقل إلى عدن إلى مأرب، يجب أن نكون منطقيين. يعني قليل من المنطق. نعم نعم البراء. طيب يعني هو اذا ما اخذنا موضوع تامين أو يعني منطقه مؤمنه او غير مؤمنه لا يمكن ان نقارن بين صنعاء ومأرب مثلا على سبيل المثال. البراء، طيب همدان، هذه الجزئيه كيف اثرت هذا الاداء، هذا الخطاب الذي تتعاطى وتتعامل به المنظمات الدوليه والامميه تحديدا حول الملف الحقوقي في اليمن، كيف يمكن ان يؤثر على الازمه او المشهد السياسي في البلد بشكل عام؟ همدان، طيب البرر، ربما سأسألك نفس السؤال إلى أن يعود إلينا همدان. كيف يمكن أن يلقي بظلاله هذا الأمر، هذا الملف الحقوقي على السياسي، عندما تحاول هذه المؤسسات أن تظهر بأن في اليمن مجموعة أطراف سياسية ترتكب جميعها انتهاكات على درجة واحدة؟ أنا سأعطيك تقييمي أنا الشخصي. تقييمي الشخصي أن المنظمات الإنسانية والمنظمات الحقوقية الدولية التي تتعاطى في الشأن اليمني لديها مقاربة خاطئة للقضية اليمنية. هي تعتقد أنها إذا تم الضغط من الجانب الإنساني في محصلة الأمر سوف يحل الجانب السياسي. أنا رأيي الشخصي أنه دائما هذه المقاربة خاطئة، لأنها تهمل الجانب العسكري والجانب السياسي الذي أصلا أدى إلى الأزمة التي أدت إلى الأزمة الإنسانية. هذا الحال لن يتغير يعني بشكل جوهري إلا إذا تغيرت وقائع على الأرض. هذا الذي ما أحاول أن أوصله إلى المشاهد الكريم، وأحاول أن أوصله لك وللأخ حمدان والكل معني بالشأن اليمني. مهمتنا جميعا أننا نحاول أن نغير هذه المقاربة. وعلى فكرة هناك تغيير غير صحيح، أنه وجهة النظر والطريقة التي تم التعاطي بها باليمن هي ذاتها منذ 3 سنوات. الجماعة الحوثي الآن ينظر لها كجماعة عنف متطرفة، الجميع ينظر لها يشبهها بجماعة القاعدة. هناك تغيير غير صحيح انه ليس هناك اي تغيير، ولكن هذا التغيير ليس بالقدر الكافي الذي نحن نعتقد انه سوف يقلب المعادله. الا اذا استطاعت الحكومه اليمنيه ان تقلب معادله معينه، ان تفرض شيء معين داخل عدن، داخل المناطق التي تحت سيطرتها، هنا سنستطيع أن 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 يعني أن نجد مقاربة جديدة لهذه. نعم إذا همدان، في سؤال أخير. طيب الفكرة واضحة البراء، لأنه يعني عاد إلينا همدان الآن بسؤال أخير. همدان، يعني البراء يرى بأن التغيير المعادلة على الأرض هي بحاجة إلى تحرك عسكري وتحرك سياسي قوي لتغيير موازين الأمر على الأرض، وهو ربما ما سيفرض على الأمم المتحدة وعلى المنظمات الدولية وعلى الجميع بأن يعترف بالشرعية وبقوتها على الأرض. إلى أي مدى تتفق مع هذا الطرح، وهل يمكن أن نرى فعلا هذا التغيير خلال الأيام القادمة؟ تنتظر المنظمات الأممية الإنسانية والإغاثية إلى أي تحول عسكري وسياسي. يجب أن تعمل بحسب القانون الدولي وتتحدث بإنصاف وبحيادية تامة عما يحدث في اليمن، سواء عن أخطاء التحالف اللي حدثت أو أخطاء أو جرائم وانتهاكات الحوثيين. أما يعني أن تنتظر المنظمات الإنسانية والإغاثية ويعني والحقوقيه الى ان يتم ان يحدث تغيير سياسي او الى ان يموت علي عبد الله صالح او يقتل
ويتم تصفيه قيادات الحزب التابع له، ثم يتحدثون او يتعاملون مع جماعه الحوثي كجماعه ارهابيه، هذا امر غير منطقي، ويجب ان نقول لهم بصريح العباره انهم على خطا في هذا الجانب. اريد ان اؤكد على جزئيه هامه، انه ما يعني تصوير الوضع في المناطق المحرره، الوضع الامني بهذا الشكل السيء، يعني مجافي للحقيقه، لانه مجموعه من الصحفيين زاروا مأرب مؤخرا وزاروا حضرموت برفقه بعض الزملاء المسلمي والمذحجي، وانت تعرفين التفاصيل هذا، وبالتالي تصوير هذه يعني تصوير الوضع في المناطق والمحافظات المحرره على انه بهذا السوء يعني غير صحيح. حتى يعني اريد ان اؤكد على جزئيه اخرى، المنظمات او مكاتب، انا احرص على ان اضع كلمه مكاتب المنظمات في الداخل، لانه ربما المنظمات الدوليه لا تتواطأ بشكل او باخر مع الجماعه الحوثي، وانما الموظفين اليمنيين الحوثيين داخل مكاتب المنظمات الدوليه الذين يؤثروا عليها. هذه المكاتب عندما تتعامل او تتواصل مع صحفيين او ناشطين سياسيين، لا تختار الا الناشطين الذين لديهم خصومه مع الحكومة الشرعية ومع المملكة العربية السعودية. يعني مثلا آخر مرة كان أندرو ميتشل الذي يعني أتت به منظمة يعني الأمم المتحدة وبالتنسيق مع أوكسفام، فقط ليأتي ليلتقي بصالح الصماد وعلي عبد الله صالح، ومن ثم يرجع إلى بريطانيا ويكتب مقال مطول ليتحدث عن دور جماعة الحوثي في مكافحة الفساد. يعني نعم، ربما احنا قرأنا يوم أمس يعني دراسة صدرت عن صحفي كان قبل أيام في مأرب وعين الأمور على الأرض، ويعني وطرح ربما طرح لا علاقة له بالواقع. أشكرك جزيل الشكر همدان العلي، الصحفي المتخصص في الشؤون الحقوقية والمجتمعية، كما أشكر الناشط الحقوقي البراء شيبان، كان معنا أيضا عبر سكايب من لندن. أشكركم أيضا أعزائي المشاهدين لحسن المتابعة، إلى أن ألتقيكم الأسبوع المقبل في نفس الموعد. تقبلوا تحياتي وتحيات منتج البرنامج كمال حيدرة، في أمان الله.